مقابرتي. حضوره للأقصر عاصمة مصر القديمة طيبة كما ذكر السيد ممثل وزارة الثقافة، فهو كان أعتقد أنه كان حلما يراود أمتابة تشان منذ فترة، وأعتقد أنه سوف يعود بعد هذه الزيارة بذكريات رائعة لا تمحي من ذاكرتي. وهذه الزيارة أيضا إنما هي إنعكاس للروابط القوية التي تجمع ما بين الهند ومصر. ربما أنتم تعرفون أنه خلال الفترة الأخيرة التقى رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ورئيس مصر السيد عبد الفتاح السيسي 3 مرات في خلال 12 شهرا فقط، وهذا التفاعل السياسي بين الجانبين وبين البلدين لم يحدث اطلاقا في تاريخ العلاقات الثنائيه بين البلدين من قبل. قبرتي اقوى موقع فني في مصر.